هنا يلا. مساء الخير. مساء النور. حضرتك عجاجة الطحال؟ ايه خير امور. حضرتك اللي بتشتغل بمحل صب المفاتيح؟ ايه خير امور. رحت لعند معلمك ابو سمير قام بعتني لعندك لهون. يعني شو بقدر بخدمة؟ انطبق معي باب الفيلا بالزبداني والمفاتيح جوا. ايه. والباب خشب ابنوس فما بدي اخلعه مشان ما انزعه. قالوا لي ان حضرتك بتفهم بهيك شغلات. انا اللي بفهم. بالبلد اربعة خمسة بس مثل حكايتي. معك سيارة؟ اي معي هون دايما واقفة براس الحارة. ماشي معلم. ملحفة ام الخمسمية والطلعة والنزلة عليك. تكرم عينك. الملحفة جاهزة والطلعة والنزلة علي. بس المهم انا مرتي ما تنام ببيت حماي. حاكم انا ومرت عمي مالنا اصحاب بنوب بنوب. اللي سامعك مثل حكايتك. انا مرت عمي صور لي الارض ولا تصور لي اياها. شو هاد نمر؟ جاي على بالي ينزل نيزك على راسها يمحقها محق يطلع من غير ارضي ما يخلي منها اثر. طيب عندك عده؟ عده ايش؟ الله يصلحك. انا اكبر قفل بفتحه بالشريطه. طيب لكان امشي معي وبالطريق بنكمل حديثنا عن حماتي وحماتك. ماشي بس لغير الشحاطه اللي بالصباط. يلا. مو بهيك الصباط ليه؟ يلا. شرف. شرف. تفضل. عجوه حبوب. عجاج عجوه هلا بيسفقني الهوا عشان عجوه. لك وين راح؟ ولي على الوجع. ميسون ميسون ولي تعي تعي سيلي ضغطي. حاسسته طالع. بايش حاسه ماما؟ سيخ نار فايت منكعب رجلي طالع من احف راسي. بدك اكثر من هيك؟ والوجع برجليكي ولا براسي؟ بكل جسمي. ايه بسيطه يلا جاي رح اجيب الاغراض واجي. يقبشني الثاني على النومه مثل الغزله. معلش يا تلفاني. يلا ها. ايه مية من الاول. الوجع اللي براسك كيف؟ مثل اللي برجلي. مثل اللي برجليكي مثل اللي برجليكي مثل اللي برجليكي. هي مثل اللي برجليكي. والوجع اللي برجليكي كيف؟ لك مثل اللي براسي نفس الشيء. ما رح اخليكي توقعيني. يا امي انا ما بدي وقعك. انا بدي اعرف الاعراض مشان شخص المرض. ما بدي هلا بتقلي لي ارهاق وانا معي ضغط. قيسي لي يا بقى خلصيني. يا ماما الضغط بينتج عن الارهاق. ما قلنا شيء. انا بعرف حالي معي تصلب مشان هيك الضغط. خلصيني قيسي لي يا قلعيني خلصيني. يلا ارفعي كمي. ما بقدر ارتفع دي شوفي. ها ارفعي الثاني. ما بقدر بيسلو. شو هذا اللي بده يسلط؟ ميزان الحرارة. وشو جابه لتحت باطي؟ ميزان الحرارة شو بيعمل تحت الباط؟ عم يعمل وصلة. ها شفتي سلام. يا ترى شو جاب هلا هيفاء بعد نص الليل؟ شو عرفك انه هيفاء؟ دقيت شقيقتك بعرفها. يا ترى صاير معها شيء وعجاج خيرك. شو عجاج جاي عندكم شي؟ ليش لهلأ ما رجع من الشغل؟ رجع يا مو. قبل شوي كان بالبيت. فتت على الحمام طلعت ما لقيته. العمى قال فاتت على الحمام طلعت ما لقيته. بيكون راح على الصيدلية يشتري له. قصدي بيكون راح يشتري له شي باكيت دخان. لا تعالج يا انه. صار له 4 أشهر بطلوا يا الدخان عجاج. يبعت الحمى. له بالعادة يروح مثل الوقت. ماله بالعادة ماله بالعادة يا مو. يلا منستنى ساعتين رخار. رجع رجع ما رجع. بقصد يعني من طالع في مذكرة بعد سعي لجوا. نحنا صرنا ثلاثة. عفورة وين عفورة؟ يمكن بداخل السوق. خير اللهم اجعله خير. الحمد لله لينا ثاني مفتاح عليه. الو شو الحكي؟ وين
وين تصارت الثقلة؟ ما في شي ما في شي. شكرا حبيبي شكرا. كتر خيرك. عفورة عفورة افتحي شوي. شباب شو في كأنه لاحقك كلب جربان؟ حشاش كبسوه بالزبداني بالجرم المسهول. جرم ايش؟ لك شو اخذه على الزبداني؟ شو بيعرفني؟ هلا واحد اتصل من طرفه وقال هيك. من طرفه؟ ليش وينه؟ قال بالحبس. يا حبيبي شو الظاهر اخذوه يعني لما كنت بالحمام انا؟ لك عم يقول لك كبسوه بالزبداني. انا رايح افيق نبيل يروح هو وعمه ريبال لعنده. لا لا تفيقيه خليه نايم. هلا عمي ريبال بيروح معي؟ لا روحي فيقي ريبال عمك اتركي لي على جنب لحدا يصرف منه شيء من غير شيء بطاريته خالصه. خالصه؟ تضرب البروستات وساعدها. شو وجعت نمت؟ هلا بدي اضرب مشوار على الزبداني. منه بتشم الهواء ومنه ما بتخجلني. بترضى يقولوا عنك بلا نخوة؟ لا طبعا. هلا بلبس ابنه لعنده. روحوا الى لاختك اذا تبعت شي لعجاج تبعتوه ياخذوا معي. راح اساوي له سندويشتين مكدوس يا ابر قلبي. ما قلت له المكدوس. كنت متوقعت له هالوقعة أنا. وقعت إيه؟ وقعت الحمار الأخبر بيتحش مناخيره عن حيوانة مو عن فهم. وين بيلاقي في طابوسة يرجع بيطبوس فيها. بابا أنا نعم. إذا ما رح أفكر بالموضوع هي القصة ما لازم مين ما كان يتدخل فيها. لازم حدا يكون له علاقة بالقانون. شلون نسينا أبو غصن؟ أبو غصن شرطي. إذا راح مو بس بفوتوا بيخلوا يقعد معه. هات التليفون من فوق البرميل. عفورة اتصلي بالتليفون هلا ضروري تتصلي بالنقافة. هلا محرزة مشان 10 أمتار خسر حالي مخابرة. ماما شو عرفك انه الحجر رح ينزل عند ابو غصن؟ شو اول مرة بمسك تليفون بايدي؟ طول عمري بتصل بالنقافة ولا مرة طلعت النمرة غلط. شو راح لبيه؟ لا عم بلبس اواعي. قلي له استعجل قلت عليك. تعي شو يستعجل خليه يلبس على مهله. هلا ابو غصن بيروح معه احسن ما يروح لحاله. عم تنغمها كمان. فاي فاي شو في؟ ما بدك تروح لعند عجاج. اخ ليش عازمنا؟ بدك شو عازمنا ما عازمنا؟ شو نسيت انه بالحبس؟ عجاج بالحبس؟ ايه روحي قولي لاختك نزيهه تحضر له بدل دخلي شو اخذ له يا معي. هيفاء مو نزيهه عجاج اللي بالحبس مو نديم. هيفاء عجاج سبقيني يلا بلحقك سبقيني. هاي الله. ابو غصن من هلا عم اقول لك اذا تدعس بيتها لا تلوم الا حالك. محروم 10 أيام من الشوربه. هلا بتعرفيني بحب الشوربه بتقوم تحكي معي حكيت لك ما في ضمير بقلبك انت؟ الحرمه مقطوعه وما لها حدا، انت خدفيني قوم قول لا، شو انا ما في براسي نخوه؟ عندها صغرين وجوز، مو ضروري تنتخب رجال غريب. مو غريب انا، بعدين انا جارها والجار مثل الاخ، فلذلك برضاي عليكي روحي ولا تعيبي. ما هي رايحه؟ انا بعرف انه بدك يعني روح بتتمنى هي تتصل فيك مشان تروح لعندها ركيد. جمهوريه لك الحرمه على ذمه رجال؟ لانه على ذمه رجال استحي انت على حالك. انا بقص ايدي من هون اذا ما بتتمنى لجوزها المدحه النافعه تبرق من فوقه. جمهوريه عليتي لي قلبي وراء دور امام سر احنين احنين. الحمد لله عظيم ان شاء الله. بعد نص الليل شوفي. شلون خير شوفي؟ ليش مو انت تلفنتي لي بالنقافه؟ انا تلفنت فاضيه اشغال لاني تلفن لك بالنقافه. مشروط حنكي فيك على كل منيح اللي جيت والله جابك. مساء الخير استاذ ريبال. مساء الخير دكتوره. مساء الخير يا مدام هيفاء. خير شو القصه؟ عمي ابو غصن
دجاج بالحبيس. ليش شو تهمته؟ ما بنعرف، واحد اتصل فينا وما قلنا شو التهمة. وبأنه قسم موجود؟ ما بنعرف، كل شيء بنعرفه انه هو انحبس نقطة انتهى. قلتي لي انحبس، طيب ما بتعرفوا وين انعفى؟ بالزبداني. بالجرم المشهور. بالزبداني؟ معناها بالقسم عنا. هلا أنا بروح بسأله وبعرف شو الموضوع. عمي أبو غصن، ممكن تاخذ له السندويشات معك؟ لحتى أعرف شو جريمته بالأول. إذا كان مو عامل شيء باخذ له السندويشات، أما إذا كان عامل جريمة أو جنحة شائنة لا يحلم. خليه يفطس من الجوع. حاش تتغمى. عمو تستنى نبيل شوي؟ نبيل؟ نبيل؟ المهندس نبيل على راسي. مو بستنى شوي، بستنى الأمر. إيه مرفق وحلو. مساء الخير. أول أيبني الحاني أستاذ نبيل. لا ما بعيونك العمى، كل ما غمضت عيني بتلعي. نامي. شو؟ مو إليك إلا. ليش كمشينو؟ لك نامي اندفسي، ريحي حالك ساعة زمان. شو؟ مو إليك إلا. شلون بده يجيني نوم أمي وعجاج بالحبس؟ شلون؟ هلا ما عدتي تقدري تنامي بلا رجالك، لك انزلت عافيتك، نامي لك ساعة زمان تروحي قتل. شو؟ مو إليك إلا. حطي حالك محلي. يا ريت، كنت بتمنى يمددوا له إقامته لأرتاح منه. شو؟ لك مو إليك إلا، تضرب هي وعجاج. أنت يا أنك ما بتحبي يا ريبال، بس أنا بحبه يا عجاج وما بقدر أستغني عنه لحظة واحدة. حطي حالك محلي أمي. كمان بدي أحط حالي محلك برا تانية. روحي اندفسي، لك انزلت عافيتي وعافيتك، روحي نامي بقى، تضربي أنت وعجاج. شو شو؟ مو إليك إلا، ما أجو. بس شو فيوني؟ فيقيني لفيك، تروحي قتل أنت التانية. يا حبيبي كملت. عجاج لا تأخذوني، واحد حمار، لو مو حمار ما بيعمل هيك. شو عمل يعني؟ ليش كمشينه؟ شو عمل يعني؟ هذا عجاج واحد غبي، ما شفت بحياتي غبي أكثر من هيك. لك فهمنا أبو غصن، شو صار معك هنيك؟ شو صار يعني؟ صارك دب، دب ماركة مسجلة، دب عالي الجودة. أنت نبيل أنت، حكينا، شو صار معكم؟ خلاص أنا بحكي بقى. هذا يا سيدنا كل القصة وما فيها إنه عجاج أفندي بعد ما عملت دراسات انعفض بالجرم المشهود وهو عم يفتح الفيلا بالزبداني. مستحيل، عجاج بيموت من الجوع وما بيسرق، أكيد في غلط. لكن ليش عم أقول عنه دب؟ لأنه بالغلط راح فيها. خلصنا أبو غصن، فحمت لنا قلبنا، قلنا شو القصة ونقطة انتهى. القصة وما فيها يا مدام، في واحد شافه ضحكان عليه وقايل له افتح لي مدري شئتي او فلتي بالزبداني، نسيان المفاتيح جوا. اي شو فيها؟ هاي شغلته يا عجاج. هذا اللي قال له افتح لي مدري الشقه او الفيلا مو صاحب للفيلا. وكمشول الثاني ولا ما كمشول؟ كمشول، كان صافي في الهونداي قدام الفيلا، بس ما اعترف، قال انه عجاج اخذوا طلب مشان يحمل العفش. وصدقوه وكذبوه يا عجاج؟ طبعا صدقوه وكذبوه عجاج، لانه كمشول كمش اليد لكان. صدقوا الأدلة، نحن كل شغلنا قائم على الأدلة والبراهين. إذا بتكوني عاملة 100 جريمة قتل وما عليك دليل أنت براءة، وتكوني ملاك وعليك دليل فأنت متهومة. طيب شو العمل هلا؟ هناك واحد من اثنين من الحلول، الأول بمصاري والثاني ببلاش. أنه واحد أتكون؟ أعطيت البلاش. خليه يعمل إقرار طوعي يعترف فيه بالسرقة، بياخدوا له تعاونه مع التحقيق بعين الاعتبار، وبيحكموا حسب المادة 124 ونص من قانون الجنايات. ليش في نص مادة بالقانون أبو غصان؟ لا، بس المادة 125 ملحق للمادة 124. أنا شخصياً بعتبرهم مادة واحدة، هاي النص وهاي النص. وقديش بيروح فيها يا هاي المادة؟ حسب طبيعة السرقة، إذا اعتبروها جناية عادية سنة واحدة، أما إذا اعتبروها اقتصادية 15 سنة. كتب جوزك غيره. والحل اللي بالمصاري ابو غصون؟ عينوا له محامي يثبت براءته، دغري بيعملوا له اخلاء سبيل.
من عيل لمحامي. أنا من جهتي لا حدا يعتمد علي بنوب، انفضوني على الكهرباء ما بيهرب مني فرنك. وأنا عفورة وزيرة المالية تبعي، إذا نفضتوني على قد بمرتين ما بيهرب مني بنقيري. مساك نبي لعيونك. 100 ليرة؟ شو روح اسرق لك مشان عجاج افندي يعني يدبر حالك فيها؟ انا برايي اقرار طوعي اضمن شيء، منه ببلاش ومنه عجاج بيتربى. الظاهر ما في حدا. ان شاء الله تطلع الخبريه كذب، لانه اذا طلعت جد انا رح انجلط. ما عاد الي عين فوت على المدرسه، كل المعلمات عرفوا انه جوز اختي حرامي. انت نص مصيبه يا نزيهه، بس انا رئيس قرم فوق. بتعرفي اذا بكره رفضت اوقع شي معامله شو ممكن يقولوا لي؟ عندي لك حرامي. مو بس هيك، بكره بقولوا هذا رئيس قرمنا عامل حاله شريف، هذا اذا ضليت رئيس قرم. شو نقينا عليكم؟ ما في حدا ساكنه عند امي، يا بينا ما يطلع عجاج من الحبس. فوتوا. تفضلي. معناها الخبريه مضبوطه. خبريه شو؟ انه عجاج حرامي. مو حرامي، بالغلط. بالغلط حطوه بالسجن كمان؟ يعني خربطوا فيه؟ ما خربطوا فيه، ثبتت التهمه، معناها حرامي. حرامي حرامي. ايه شو دخلكم يا كان؟ لا يا هيفاء، احنا عيلة واحدة، شلون شو دخلنا؟ مو عيلة واحدة، نحن من بيت الطحل وانتم بيت محلوق، منين يا وين عيلة واحدة؟ مزبوط، بس اولادنا رح يطلع اولاد خالات، بكرة إذا اولادنا عرفوا إنه جوز خالتهم حرامي، شو رح نقولهم؟ ها؟ يا تقولي لهم إني أنا أختي، ما بيعرفوا، أصلاً أنا من بيت البورية وأنتِ من بيت الحارس، ما رح يبحبشوا لك بهويتك عن اسم أمك. لا يا هيفاء لا، معقولة أنا أتبرى منك مشان شقفة حرامي؟ أنت شقيقتي أنت. طيب شو بتنصحيني أعمل؟ إي ما بدها تفكير يا هيفاء، طالما ما في أولاد طلقيه. شو؟ طلقه؟ وبعدين شو قعد أعمل يعني؟ دكاني قعد عاني سك قبال أمي والناس تلت وتاجن بسيرتي؟ مين قال هيك؟ أنا رح أدبر لك عريس مو عتال، ورئيس قلم إذا بدك. أنا بعرف واحد بالإدارة عنا رئيس قلم أرمن وعلى وشك التقاعد، عنده بيت سياح نياح ولحاله فيه. إيه ما بيقول إيه بيحط جلال على ظهره وبيقول لك اركبي إذا بدك. ما بدي حمار أنا أركب عليه، بدي رجال، حتى لو ركبوا له جلال يصير يعنفس ويرفس حتى لو كان حرامي. هلا وين أمي؟ هلا بتجي. والدكتورة؟ بالجامعة. شو؟ نستناهن ولا نأجل الحكي بالموضوع لبعدين؟ موضوع شو؟ موضوع عجاج. احنا لازم يكون لنا موقف موحد من العملية، منشان ما نكون لقمة سائغة أمام الإشاعات المغرضة. عجريبا! هي اكتمل النصاب، احكي صهري نندين. أنا بقول هيفاء لازم تتطلق. وأنا بقول نفس الشيء. بس هي معندي حاطة اجريها بالحيط. قلت لها لما جيت في عنا رئيس قلم ارمل. لك ليش رئيس قلم؟ ابو شهاب ليكو موجود بيحط 20 رئيس قلم بجيبته. شو رايكم تقسموني نصين؟ نصي ابو شهاب ونصي رئيس القلم شيطان. يا جماعه انا ساكت من اول لشوف شو بدكم تحكوا، بس الامر بين سكت عنه بنوب، انتوا تجاوزتوا حدودكم. ها؟ من الاول بالبول حطم تحت الامر الواقع، يعني انتوا معي؟ طبعا معي. الحرامي كمان بني ادم وكل انسان معرض لانه يغلط. اساسا لوم الحاج ما مد ايده، قال له شو جابك على المر؟ قال له اللي امر منه. شفتوا؟ نحن مشان هيك لازم نطلع عجاج من هالمستنقع، مو نتركه يغرق اكثر. هي الخطبه بتروح بتنقف لي اياها بالامم المتحده، هون نحن كل مين مستنقع وعلى قده. انا مع نبيل 100%. شبك نديم؟ ورطني وركبت اناريل، هلا ما كنت معه. انا ما ركبت اناريل مرت عمي، انا مع نبيل فيما لو كانت الشغله مو متعلقه بالشرف والاخلاق، بس شغله عجاج مخله بالشرف. ونحن ما لازم نساعده. عم نقول لك عجاج ضحية عملية نصب واحتيال، هو مو حرامي. ما اختلفنا، نحن منفهم هالحكي، بس الرأي العام ما بيفهم، الرأي العام ما رح يصدقنا ويكذب حكم المحكمة. نزيها، الله يرضى عليكي هالمصطلحات اللي تستخدميها. قولي الناس، الناس
يعني تصوري حدا غريب جاي وسامعنا عم نحكي بهالموضوع وما نعرف عن شو القصة، اي بفكرنا عم نحكي بالسياسة. ماني ناوي ارجع موظف عادي، خليني رئيس قلب فوق. انا برأيي صوت واللي بتوافق عليه الأغلبية بنلتزم فيه. موافقين؟ موافقين. عال يا هيفاء انت اهم شيء، موافقة؟ موافقة. إذا كلياتكم مطائقين شوفته يا عجاج، خلينا نطلق، أريح له. مين ضد الطلاق؟ ومين مع الطلاق؟ تعادل. لا شو تعادل؟ لحظة، ريبال تضرب البروستاتا وساعتها. شو وصلتوا لقرار؟ أنت مع الطلاق ولا ضده؟ الله سبحانه وتعالى ما بيحب الطلاق لأنه أبغض الحلال. معناها أربعة ضد الطلاق الأغلبية. لك لحظة شوي، خلينا نفهمه شو القصة، مو عارفان عن شو عم يحكي. يا عمي نحن عم نحكي عن طلاق عجاج من هيفاء، ما عم نحكي عن الطلاق بشكل عام. أنت مع ولا ضد؟ أنا ضد، عجاج ما في منه. شو يعني؟ إذا ابتلى من زدته مثل الكلب الجربان هي ما حدا قال ابنه. لا تسلم لي عينك، تسلم لي عينك، هلا أثبت إنك صاحب مبدأ، وهي صاروا أربع مرات عمي، ما أقدر عندك حجة. لحظة، لحظة شوي. حبيبي ريبالو، على أي أساس أنت ضد؟ شو عم تدفع آجار بيته بغيابه ولا عم تصرف على مرته؟ شلون ضد؟ لحظة، لحظة يا جماعة، لحظة، أنا كنت مفكرك مع ضد فصوتت ضد، أما إذا كنتي أنت مع مع فأنا مع، آسف كثير يا جماعة، الثغلة فهمت غلط. هي الأغلبية مع. هيفاء انت وافقتي من الاول ولازم تتطلقي، مزبوط ولا لا؟ مثل ما بدكم. اخس، كنت مفكرك رجال بس طلعت خروق وبنضغط عليك. لحظة نبي، انا رجال ونص. لك انا وقت كنت اسحب الموس الكباس تبعي ونط وسنع بالارض واصرخ هز برتي ولا كانت تفضل حارة، انا كنت بالموس الكباس تبعي نط نص السماء واضرب الناموسة جيبها نصين. عجاج ابننا وانا ضد الطلاق. الاغلبية ضد. ريبال شو؟ شو في هني؟ وين هني؟ طالع بيبي يطلع بالنعم. طالع لا تفقني مع حياتي بذلة بل تفقني بالعز كأس الحنظلي. الله يرحمك يا عنتر على بيت الزعر سوفز. الله يكتر خيرك يا ريبال، والله طلعت ابن حلال. أنا ما عملت أكثر من واجبي. صار له 9 أشهر عايش عند أخته، مرت عمي قلعته من البيت لأنه وقف معنا. عجاج، تعرف إنه منيح اللي طلعوك على حسن سلوكك قبل انتهاء المدة، هيك كل العالم بتعرف إنك أنت مالك حرامي. الله لا يوفق أبو القطة على الورطة، ورطني ورطة ما لأول من آخر. إي الله الله يسامحه، المهم طلعت بالسلامة. بتعرفي هلا إذا شفته مرة ثانية بدي أقتله على الخالص، ارتكب فيه جريمة قتل وروح مقرب. بلا حماقات، المرة الأولى وقفنا معك، المرة الثانية ما في من يوقف معك. حط عليك براسك ودور لك على شغل منيحة، هذا الموضوع انسى اليوم أساس وعجاج. وليش حتى دور على شغل؟ برجع على شغلي بنفس المحل، اصلا معلمي ما راح يلاقي احسن مني. يلا ميسون خلينا نروح على البيت. بتعرفي انت طالع من حفص بيوم العرس الجديد مو هيك عديل؟ اهلين عديل، خليكم مستأنسين فيكم. صباح الخير. لا الخير خاطركم. انا اسف، بدي اتغلظ عليكم شوي واسرب معك كاسة سن. شعلباني الزاي. لك يسلموا الديات، يسلموا. مرحبا مرت عمي. أهلين أهلين، بلبل حبيبي صهري مسنن ظهري. كيف عجاج؟ منيح ماما، طلعوا على حسن سلوكه، شفتي شلون إنه ماله حرامي؟ مسكين وعنده حدا يا ترى؟ ريبال أجي يسلم عليه لما عرف إنه أخو السبيل لعجاج مرت عمي. ماما أنت مو ناوية تسلمي على عمي ريبال؟ ناوية بس خايفة يفهمني غلط. يعني خلص أكستي له؟ ما أكست له، أكست له بس يعني رجع رجع وما رجع شو بدي أعمل بحالي، عمره ما يرجع. أنا بجيب لك يا مرت عمي. من زمان من زمان، ولا بدك استدعى وطابع مشان تقدم هالمبادرة السلمية؟ يا مو ضروري استدعى وطابع مرت عمي، انت بس اعطيني الضوء الأخضر. أعطيتك دحرجي مرت عمي دحرجي. ولدك بيجي معه؟ بيجي ريبال أكتر ما بدك بده. إذا إجا معه تركونا لحالنا، ما بدي اعتذر منه قدام العالم. وجع البروستات. فوت لا
لعفور لك عفور لعفور لعفور. هاي جبت لك اياها موجودة المرت عمي بالبول. امشي. شو ما في مرحبا؟ في بس خايف ما تردي علي. شو شايفني بلا ترباية لحتى ما رد؟ شو بعرفني ما عاد ينحزر لك. شوفوا لاريبان، أنا ما حبيت خانقك قدام العالم مشان ما أكسر شقامتك، بس تاني مرة إذا بتعيدها ورقة طلاقك واصلة لعند بيت أختك ونقطة انتهى. بس عفوش شش ولا كلمة. نبيل وميسون ترجوني ترجعي مشان رجعك، لا تخليني اندم على ما فعلت. بس عفورتي انا شش ولا كلمه. انا مو خزانه تتركني ملطوعه 9 شهور لا سؤال ولا جواب. انا كمان ايضا عندي مشاعر واحاسيس. ما بدك يعني قول ما بدي اياك بدي ياكي ونقطه انتهى. لا تستحي. لا انا بدي اروح على الاوضه. شو اذا أنا ما فوت. يا بنت الحلال هلا شو فرقت إذا كانت عندهم ولا مو عندهم؟ لا تعلي لي قلبيها. إذا عندهم معناته متفقين سوا تلتقوا عند عجاج. لسه بترجع بتقلي متفقين؟ لا الحرمة على ذمة رجال، بعدين أنا عندي وجدان. إيه؟ لو عندك وجدان ما كنت تذكر اسمها طول الليل وأنت نايم، ما فعل سنك غير عفرة. أنا مو مسؤول عن مناماتي. أبصر. بجوز تكون عامله شي جريمه قتل وانا عم حقق معها. المره اللي عامله جريمه قتل ما بقي لها الشرطه تقبر عظامي ولا بدقني لها دلعونه. جوريه؟ نعم. ورق دور. اصلا انت هذا اللي شاطر فيه ورق دور. امام سر. احضن احضن احضن. طيبي على عظيم. لك انا اصلا ليش بجيبها معي؟ حيوانه. ايه حتما حيوانه. ان شاء الله تكون عنده. أهلين عمي أبو غصن، تفضل. يهنيكم اطلعوا بالسلامة. وينو عجاج؟ راح المحل عمي أبو غصن. تفضل تفضل فوق. لا ما على شيء، برجع بعد ما يخلص الشغل لك. أنا ما راح يشتغل، راح يسلم على معلمه. تفضل فوت عمي ابو غصن تفضل. معلش لكن ناوليني كرسي بقعد هون برا، ما بريد العالم تحكي. ولو عمي ابو غصن ايش وانت غريب يعني؟ لا انت مثل بنتي، بس اللي صاير انه كل واحد من هالناس اليوم لسانه بشطلتين مثل الحيايات. بعطيني كرسي بستناه هون برا. تفضل عمي. يسلموا ايديكي. ايه عمي شلون ملاقيتي لي عجاج بعد هالحبسه؟ مثل قبل الحبسه. عمي ابو غصن عجاج ما سرق، عجاج انضحك عليك. انا بعرف انه ما سرق، لو بعرف انه سرق ما كنت شرفته بالزياره خصوصي لحتى هني بالسلامه. بس انا قصدي انه تغير ولا مو متغير بعد هالحبسه؟ يعني بيضلوا ساكت وصافن وحزين مثل كأنه الدنيا مسودة بوشه. هذا من الهوى الخزين لما دخل على صدره، هوى طازة اللخم فكر مدري شو صاير. بقى لي همك بده فترة لحتى يتعود. بكرة أبو كاميون بيرجع مثل ما كان وأحسن. هاي بيّن عجاج. مرحبا عمي القصر. أهلين عجاج، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. يا ريتني ضليت بالحبس كان أشرف لي. لا شو هالحكي اللي بلا طعم اللي عم تحكي؟ السجن مو للأوادم، السجن للبهايم. أنت آدمي. أنا بنظرك بني آدم بس بنظر غيرك لا. شو بك عجوي؟ شو في؟ كنت مفكر صاحب المحل رح يقول لي الحمد لله على السلامة ولا إلي بالأحضان. شو عمل معك لك؟ لما شافني فايت على المحل لسه ما دحست رجلي عتبة المحل، قام من قفا طاولته كأنه حدا دحش له فيش بظهره، وبلش يعيط قدام العالم ويصرخ ويقول يا حرام الكلب كمان جاي لهون. لا ترد عليه، هاد واحد ما بيعرف عيوه من نيعه، قصدي كوعه من بوعه.
اصلا انا مو فارق معي، كله ما بشتري بفرن، بس فضحني فضحني، طلع وقف بالساحه وصار يعيط، لا تشغلوه لا تشغلوه هذا حرامي. يا حد جهنم هو والساحه. امشي معي علمك. لوين؟ لوين بدي امشي معك؟ انا بدي ادبر لك شغل. وين؟ مزرعه بقر، صاحبها ما بيعرف حدا هون، والعمال كل يوم بيطالعوا له اياهم بالميكرو، بقى لا بيعرفك ولا بتعرفه، وبهالايام صاير معشر البقر احسن من معشر البشر. بتشتغل؟ بشتغل. امشي معي. قلتي لي شو اسمه معلمه؟ مين معلمه؟ هيثم صاحب محل المفاتيح. لك هذا بني ادم هاد؟ هذا حمار مع باب بنطلون، صار معه شويه مصاري فكر لي حاله من البشر يعني؟ ايه بس كان يحبه يا عجاج قبل ما يدخل على الحبس. كان يحبه لانه ما في مثله معلم بالمفاتيح، بس هلا صار يستحي منه. على كل اذا ابو غصن دبر له شغل لعجاج بمزرعه البقر احسن له من معشر البشر. هيفاء بكره لما نبيل يحط ابوه تحت الامر الواقع بشتري له مدجنه لعجاج، مو هيك بالبو؟ طبعا، انا مجرد ما حطيت ابي تحت الامر الواقع راح اشتري له لعجاج شقفه ارض وعمر له عليها مدجنه، عشان ما يحتاج حدا لك. يروح يدبر حاله بالاول، الحسد والقرد على حمار شو اسمه؟ عم طلع. لك مو هلا عم يقول، لما يحط ابوه تحت الامر الواقع. عيش يا قديش، ليش ابوه بينحط تحت الامر الواقع؟ ان شاء الله نبيل مفكر عنده اب. هيك رفادة مو ابوه؟ اصلا انا لو كان هذا ابي كنت تبريت منه من زمان، بالغنى عنه وعن مصرياته. لك معقول معه كل هالملايين وتارك ابنه الوحيد ميت الجوع؟ زعل منه، هو كمان معه حق. نبيل طلع عن شوره يا. طلع عن شوره؟ بجو طلع عن شوره؟ اصلا اللي صح لنبيل ما صح لحدا غيره، اخذ دكتوره، دكتوره مو وحده غجه ما معها صف رابع ما بتعرف تفك الخط. شو قصدك عجاج؟ يعني انا غجه؟ مين جاب سيرتك؟ بس اللي فيه عودة بتنغزو. إذا مفكرني إني ما بفهم غير بالملعقة بتكون غلطان. أصلاً أنت قصدي إلي، أنا بعرف، أنا اللي ما خلصت الصف الرابع ويلا فتك الحرب. بس يكون بعلمك اللي مو مخلص الصف الرابع مو يعني غجة، لأنه في ناس بتكون عبقرية، عبقرية بالإملاء وبالحساب، بس بتكون غجة، غجة بالمجتمع. إيه لكن اللي قهرني لو مخلص الصف الرابع كنت بقول بحق إلا يشوف حاله، بس أنت منين جايب اللبنات؟ هلا حتضربوني مني؟ بعرف انه انتو اللي اشتريتوا البطاطا، بعرف مالي جدبه، بس كلهم بدك تقشريهم. يا ماما شو كلهم؟ اكلهم كليه. خلي كيلو وتركي كيلو، ضروري البعزقه يعني. يو نحن عاملين العزيمه مشان المعازيم ياكلوا مو مشان يذوقوا ذوقان. لك كلهم 10 اشخاص، شو نسيتي انه في كمان رز بدنك يفز؟ هي شقيقتك هيفا. ايه 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 مامي مامي. لك مامي كسرتي الصقافة على مهلي. صباح الخير يا مو. صباح النور على البنات. ايدك يا بوسة يا مو. خدي راعجة. من وش الصبح امي؟ شو عم تعملوا؟ ميسون ما رضيت الا المعازيم يتغدوا، عم نجهزه للغدا نحن. معازيم شو امي؟ عمك ريبان ما ابن الا يعزم الجيران والاصحاب مشان عجتك، ما حبيت خجله. الله يخلي لي اياكي، يا اقرب وحدة بالعيلة انتي. دوبريدي تعال. شو طبخي مع البطاطا؟ رز. لك مو شامين ريحة انتو؟ ريحة شو؟ ريحة كريهة او خمة؟ ايه سبحان الذي خلقك على هالمشم، اشم كل شقيقاتك. مظبوط في ريحة مو حلوة شوي. لك شو شوي؟ بتقتل قتل، رح ادوم. ماما شو فيها الخزانة؟ شو بده يكون فيها يعني؟ اقول لك هيك. ليش؟ يا لطيف شو هاد امي؟ لك شو هاد؟ فروج خبيته من درب القطاط ونسيته. من درب القطاط ولا من دربنا امي؟ خذي كبين. ما بخلي بصير معدا كثير ياخ. انا برأيي عجاج لازم ما ينعمل له حفلة، احنا لازم نلفلف الموضوع، مو نطبل له، بدنا العالم تنسى. ايه ما راح حدا يطبل له، مو عازمين ناس كثير، نحن وهنين. بصراحة أنا لسه ما غيرت موقفي من عجاج، بس مجاملة جاي. أهلين صهري بس نظاري، خوك كبلي هالكيس بالحاوية. بس هذا كيس زبالة مرت عمي. كيس زبالة، لكن كيس شو بدك تكب بالحاوية؟ يا مرت عمي انا رئيس قلم فوق، تصور يا احد مرؤوسيني يشوفني مع كيس زباله، شو بدي اقول يعني؟ مو انت اللي معه، هو اللي معه. خود فوتي.
من المزرعة. إيه بس مثل ما فهمت الطريق ربع ساعة. الله أعلم. بجوز فقع الدولاب لا سمح الله، أو ممكن يكون فلت التركيسيون كمان لا سمح الله، أو طق له شي برغي كمان لا سمح الله. بجوز هورت السيارة فيهم أو قلبت له شي 20 قلبة لا سمح الله، حاجة تفاولي عليهم بقى. أنا رأيي مبلت بالأكل، من قبل حصته على زنا. مو ليجوا بقية المعذبين. لا سيدي ما معك حق. اللي بيسرق بيضة بيسرق جمل، المسألة مسألة ضمير. طبعاً مسألة ضمير أنا مو ضد، بس قبل ما نحكم على الأمور بشكل نهائي خلينا نبحث في الجذور الاقتصادية للسرقة، نشوف أسبابها الظاهرة الاجتماعية السلبية. ما بدنا بحث، اللي بلا أصل بيسرق، ابن الأصل ما بيسرق حتى لو مات من الجوع. لك شو بدي أحلف لك يا صهري إنه عزاج ما سرق؟ لك إحنا ما عم نحكي عن عداد بشكل خاص، نحن عم نتناقش في المسألة كظاهرة اجتماعية. أيوة. وانت شو بتقصد بالجذور الاقتصاديه؟ الحاله الماديه، يعني هلا موظف ليش بنفتشي؟ لانه راتبه ما عم كفي. لا سيدي ما معك حق، هاي انا موظف وراتبي ما بكفيني، ما بكبر طف. لك انت حالي نادر، انت استثناء، اغلب الموظفين بيرتشوا. كمان سيدي حكيك مو مزبوط، روح لعنا على الاداره وشوف، سبع رؤساء اقلام عنا، اذا بتلاقي واحد بتبرطل بعطيك اللي بدك اياه. لك جورية خافي ربك، الحرمة عندها جوزة وبعدين ما تبردني مثل الأخ. بالأول أخ وبالآخر أخ، أنا حافظت لها المعذوفة. لك ما بدي أعرف ليش جبتك معي أصلاً. جورية وراء الدور. أصلاً أنت هذا اللي شاطر فيه، وراء الدور أمام سير. يبعد منك. أحد اثنين أحد اثنين. لك وين بدك تروح؟ عفراء. ايوه بونسوار. بونسوار، وينك لهلا ابو غصن؟ كلياتنا بانتظارك فوت. ما معه حق، انتظار العمل يبرر هذا الشيء. خلصوا ايش ابو غصن؟ ليش؟ هسا بفكرنا بنحكي بالسياسه. خلص. مرحبا رباب. مرحبا استاذ نديم. مرحبا استاذ نبيل. مرحبا ست هيفا. مرحبا ست نزيها. وين الدكتورة لك؟ مرحبا دكتورة. مرحبا جميل. أهلين أبو غصن. هلأ بيجي عجاج، ما بقى إلا يوصل. عند ثلاثة بتلاقي إجا. تفضل أبو غصن. واحد اثنين ثلاثة. ها إجا. أهلين عزوتي. ليش تأخرت؟ كلنا عم نستناك. رجعت لشي. ليش؟ تأخرت على الباص؟ ما رضوا يطالعوني بالباص. وليش ما رضوا يطالعوك؟ شو على كيفه؟ ما ادري منين عرف صاحب المزرعه بقصتي، اعطاني اجره النهار وقال لي بكره لا تجي. العمى فيني او العمى؟ وقال لها لا، قال لي ابو غصن على عيني وراسي، بس انا عندي هون مزرعه مو اصلاحيه. لك والباص؟ الباص شو دخله الباص؟ اول ما طلعت السائق قال ما بيركب حراميه، والركاب ما بيركبوا مع حرامي، وبلشت لك الصياح والتدفيش بين هالركاب مع عدد التنخيع. قوم معي. لوين؟ جغدك اعرفك على واحد غير كل الوحوش. اهل الخير بوصلوا له الخبر. لك نحن بنخبره، هو اصلا واعي وقع مثل وقتك، كان بالحبس. معناتها اكيد هذا الشخص رح يفهمني، طالما كان بالحبس معناتها زني. مشي معي يلا. خلينا ناكل. لك اطلع. لا رحت. لوين؟ لك عم بمزر. اعطيني بجامعتي اغير اوعي. خلصت شغل؟ خلصت، لو ما كنت خلصت شلون كنت بدي اجي يعني؟ بعرف، بس خفت يكون هو كمان قلعك هالمره. لا هذا ما في منه على سلامته. صاير معه قلع مو صاير معي. تهمينه بجريمه قتل، هو مو قاتل حدا. يو شلون ثبتوا التهمه عليه اذا مو هو اللي قاتله؟ ثبتت عليه التهمه، لقوا بصماته على السكين. الله يعين الناس على بلاويها. آمين. ما قلت لي شو طبيعة الأعمال؟ مدير مطعم. بلا مزح. لك شو بلا مزح؟ قرصون قرصون. شو
شو بك نقصتي؟ شو حناكلك نحنا؟ عجاج الطحل جوزك؟ ايه جوزي خي. خليه يشرف معنا على التعرف. لك تعرف ايش؟ مين بده يتعرف على مين؟ عجوز كركمه مسروق بيتها، جابونا مشان تتعرف على الحرامي. وانت شو دخلك بالنص؟ الحرامي في شبه مني، حطونا خمسه سته قدام منا هيك ودرسونا مشان تفرج علينا، ما بدها تطالع الحرامي؟ طلعته. وين بدها تطالع الحرامي؟ اذا لابسه بالاساس كزلك كعب الفنجان والحرامي شافته بالعتمه، لك شو شافت منه ما بعرف. خفت مو هيك؟ بالاول كنت واثق من نفسي، واقف قدامها هيك يا جبل ما يهزك ريح، منتصب القامه، مرفوع الهامه، بس بعد شوي على شعرها كنت فرط انا ومعتي اثنيناتنا سوا. ليش سقوكم زيت خروع قبل ما يصفوكم؟ لا ما سقونا زيت خروع، بس لما هالكركمه وقفت قدامي اللي ما فيها نظر وبلشت بحلق فيه انا لحالي خلاص بلشوا ركبي رجفوا وقلبي صار يضرب رج ولساني انعقد، تقولي جبنه شلال، قلت لحالي رحنا. عجاج انت هون؟ وينك انتي؟ بنتي بتساوي ما بتعرفي انه وقت شحطوني على المخفر ما كان معي مفاتيح؟ بعرف، بس رحتي عند عمك ابو غصن، قلت بلكي بيساعدنا. ماشي الحال، يعطيك العافيه حبيبتي، افتحي لي الباب خليني املي ساعه بالمروه على الشغل. يلا شغل. يا حينهم احترقوا. من التسعه المساء للتسعه الصبح، 12 ساعه. بس هذا خرق لقانون العمل، العامل ما لازم يشتغل اكثر من 8 ساعات. مو مشكلة، عم يحسبها 4 ساعات اضافي، يا تخاف عليه. ها عم اقول لحالي ابو جبارة رجل ملتزم ما بيعملها. بس لو هو بالليل. لك شو فرقت بالليل ولا بالنهار؟ المهم عم يشتغل. السهر بهد صحة بني ادم، بكره لما بصير بال40 ببين عليه انه اختيار. بالعكس منيح اللي يشتغل بالليل، بيشتغل بالليل وبينام بالنهار، ما بيشوف حدا، اريح له. ابو جبارة ما في منه، وانا عارفين انه عجاج رح ينبسط معه، ابو جبارة رجل ملتزم. قلعوك عملت شي يعني؟ لا ما عملت شي، بس مبارح ناقص من الصندوق 200 ليرة، بظهر مين بده يحطوها يعني؟ مو بظهر حدا، بدوروا بيعرفوا وين راحت. وليش حتى يدوروا؟ ليش حتى يدوروا ويعذبوا حالهم بالاساس طالما في قدامهم حرامي وصاحب ثوابه؟ بلغوا الشرطة؟ لا، شفقوا علي، أبو جبارة الله يجبر بخاطره ما رضي يفضحني أكثر ماني مفضوح. يا أخي أبو جبارة ملتزم وما بيزي الفقير. بس مع هيك لازم نخبر الشرطه. يا اخي لقى الشرطه اختف من تمك، اصلا ما لطعم الشرطه مشان يطلعوا الحرامي الحقيقي، لازم كل يعرف انك بريء. اخي بلا ما يعرفوا، اصلا انا مو جاي على بالي تثبت علي التهمه مره ثانيه. على كل ولا يهمك، انا رح اقعدك عند رجال اسمه ابو طالب، هذا ملتزم اكثر مو حي الله. ان شاء الله. شو صاير؟ عجاج وينه؟ طحن؟ ايه هون بالبيت. خير شو في؟ شرف معنا، عندك تعرف. تعرف؟ امبارح كنت بالتعرف والكركمه ما عرفتني، شو غيرت رايها؟ هي سرقه جديده غير سرقه امبارحه. يا اخي شو هذا في؟ شو عم يقولوا؟ شو يا اخي كل حرامية البلد يعني بيشبهوني؟ هذا الحرامي مو بالشكل اللي بيشبهك. اللي كان بيشبه بالجوهر؟ بطريقه فتح القفوله. شريطة طالما ماله حرامي ما حدا حيتهمه. أول مرة الماضية ما كان حرامي بس تهمه. هذيك المرة لأنه بالجرم المشهود كان الدليل قاطع. خلينا نتلفن لأبو غصن نسألهم. ما في داعي ماما، نستنى لنا شوي، إذا إجا عجاج كان بها، ما إجا عجاج نطلب النجدة من أبو غصن. يلا يلا جاية جاية. أهلين عجوة. شو صار معك؟ مساء الخير. مسلوك. احكي لي شو صار معه. في واحد حمار بعيد عنكم محاول يفتح الباب بشريطه، ومقروفه شريطه بقلب القفل، فكروا انا لانه انا كمان بشريطه. شلون زمطه؟ يخرب بيته شو حمار، شريطه غليظه، لك حدا بيفتح الباب بشريطه غليظه؟ انا بشريطه رفيعه. بالمناسبه عجاج حكيت لك مع ابو طالب بالتليفون. ايه وشو قال لك؟ مو قلت لك ملتزم؟ قال لي بعث لي من الصبح، انت بس بتهدي له المورينا على الشله وهو بيقص، هي كل الشغله. الله يكثر خيره، اصلا انا اكثر من هيك ما بطلع بايدي، لاني انا لوح من جاره اكثر من المورينا اللي بدي هدي له اياها.
شكرا بدي امشي، لفي لي سندويشة مكدوس وسندويشة لبنة، هلا بعد ربع ساعة برجع باخذهم. ليش؟ مغصم؟ ماله بالبيت؟ مغصم بالبيت، بالبيت مغصم، بس السندويشات مو لإلي، لجوزك عجاج. ليش وينه؟ بالحبس. صار سرقة إبر ساتلايتات بهي البناية اللي فيها منشرة أبو طالب، عدوه من المشبوهين. والتهمة ثابتة عليه؟ ما في ولا دليل ضده، مجرد اشتباه. وفي احتمال كبير يعملوا له المساء اخلاء سبيك. يعني عين له محامي ولا ما عين له؟ لا ما في داعي للمحامي. اعمل له ولا ما اعمل له سندويشه؟ اعملي له وحده مكروس وحده لبنه. ما في داعي عمي ابو غصن. افراج براءه. طبعا براءه يا حبيبي يا فيفو، مو براءه كنت لقيتيني هون قدامي. ماشي لك انا اسمحوا لي رايح، معناته ما لي شغل. وين فوت اشرب لك كاسه شاي. شكرا، غير مره ان شاء الله بتكون ناطرتني هلا ام غصن بالبيت. خاطركم. فوت يا حبيبي فوت. شو نويت تعطل اليوم؟ لك عن شو بدي اعمل؟ رجوع على الشغل، لسه في وقت. أنا شغال، ليش بيرجعوني؟ بيرجعوك. نبيل قال لك أبو طالب ملتزم كتير، يعني ما بيرد على هالشغلات. أبو طالب يخرب بيته لأبو طالب، أصلاً ما حدا عملني مشبوه غيره. أبو طالب؟ إيه. قال شو؟ صلى الستلايتات على الأسطوح 4 سنين، بحياته ما انسرقت إبرة، ليش ما انسرقت إلا على دوره؟ إن شاء الله يا رب بيمسكوا يا الحرامي هالمرة، منشان كلهم يطلعوا بسواد الوش قدامك. إيه كما شو؟ كما شو؟ ارجع على الشغل يا كان، طالما طلعت برا لازم يرجعوه. بعد ايش؟ بعد ما صفولي حرى الشرف على طول الكوريدور، كل ما امرق من قدام واحد يتنخى عبوشي. شو هاي يتنخى؟ يتنخى يعني عمل بلاها بلاها. خير شو في؟ تعرف شرف معنا. كمان حرامي بشريطة؟ لا هالمرة مو بشريطة. لك بيشبهني؟ ما منعرف إذا كان بيشبهك ولا ما بيشبهك، ما حدا شافه. إذا مالي مشبوه على أي أساس كنت تاخذوني؟ صوته بيشبه صوتك بالتليفون، مشان هيك بدنا نعمل لك فحص مخبري لصوتك. يعني ضروري رو هلا بعيط لكم شوي بالقنينة بتاخذوهم تفحصهم بالمخبر. عم تتظرف يعني؟ لا عم بتلاطى. امشي يلا هلا كل هواء امشي. يا سلام من أول حاكين هيك شرد. حمود ليكو إن شاء الله مسكوه يا رب، أحسن ما تسوى التهم عليه. عجيب، أنا اللي بعرفه أبو طالب ملتزم، شو صار له؟ شغلة أبو طالب خلصنا منها، المهم يطلع من هاي ساق سليم. العمى على هالقصة، لو كان سارق عن حقه كنا قلنا، بس هو بريء بريء. لو كان سارق ما لازم نهدمه كليا، لازم نعطيه فرصة. أبا عديل، هربت؟ لا ما هربت، حللوا لي صوتي قام طلع سوبرانتو. وهذا؟ هداك طلع كنتروز قال أم قالوا لي روح. ولا يهمك حجاج، انا رح ابعتك لعند شخص كثير كثير رح تنبسط عنده، اسمه ابو خلدون، هذا ملتزم اكثر من ابو جابر وابو طالب. لك تصور يا رجل، اذا الجبل بمل من قعدته ابو خلدون ما بمل من التزامه. ما في داعي كتر خيرك، انا على كل الاحوال دبرت شغل. شغل شو؟ ما قلت لي. وانا راجع كنت بدي ابعث لك مكتوب بس ما لحقت، فكرت من الموضوع ما لقيت حالي هون. هلا المهم شغل شو؟ بدي اعمل جزادين خرز وشكلات خرز. شو نسيتوا انتوا انه انا بالسجن صار بايدي مصلحه؟ لك انا اذا بحب الحبس مشان هالخرز بيشتغلوا بالحبس، شي مرتب الخرز بيشتغلوا بالحبس. شو هاد؟ الخرز. قلت لحالي بدي قومي 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 طمنا على عجاج. شغلة الخرز أنسب شغلة له، هيك ما بده من يد حدا. المهم يعيش منا، بيعيش منا بالبو؟ لكن مو ضروري يبيع خرز لوحده، بيبيع شغلات تانية، هيك بصير عنده مجال أكثر، الخرز لحاله ما عاد مصدر دخل. تفهم. فوتي فوتي. لكن بس عفوتي. فيفا
السمعة طالعة وطالعة. خلينا نستفيد منها. أنا رايح على الشغل. أطفو التلفزيون، ما بدي حدا يمسكني بالجرم المشهود. نسي الكفوف، غج، بكره بيعرفوه من البصمات. صدق اللي قال ما في جريمه كامله. طفوا التلفزيون كما شو.